ايه تاني؟ انا مش فاهمه انت ايه بالظبط. انت ساعه ما دخلتي انت متضايقه مني ليه يا ستي؟ هتدوني اعرفك. لا من شويه قلت لي خدي شاكوش دق المسامير. المفروض حاجه مضايقاكي ومضايقه عايشك تدقيها عشان تريحي نفسك. وضوافري لما يا ستي احنا مالنا ومال الحوار ده؟ وضوافري لما تتكسر. ما تتكسر ولا تترمي الناس يعني 65 جنيه واكتر. تلاقيك يا بنتي داخله عايزه تكسري ضوافري. في الضوافري دي حاجه تقرف. ايوه دلوقتي مالناش دعوه بالمولد ده كله. ايوه دي حاجه تقرف. انت طرقتينا. ممكن حضرتك لو تكرمت تسكت بنتك لتاني مره برضه بتغلطي؟ لو سمحتي خليكي محترمه. انت خالص انا هتخليني اغلط معاكي بعد كده. بشوف بس حضرتك عندي دي شايفه شعري ابيض يعني عشان تقولي مامتك؟ لا انا هقفل لك المحل ده وهخرب بيتك. هو انا كل حد يخش لو سمحتي خلصي بقى. بس عم اسماعيل خدي عم اسماعيل بتاع الرفع اهو. خد ورتيلي دي كمان. حاضر.